أهلا بحضراتكم على شاشة القاهرة الإخبارية. نعود للأجواء الإفريقية في كان 2023. عنوان مباريات النهاردة هو تعثر الكبار في بداية المشوار. مصر ونيجيريا يتعادلوا في ماتشاتهم، وغانا تخسر من كاب فيردي في اللحظات الأخيرة. تعالوا نتكلم عن موزمبيق النهاردة اللي دخلت التاريخ عشان سجلت للمرة الأولى في شباك منتخب مصر في تاريخ الخمس مواجهات السابقة بين المنتخبين. أما منتخب مصر أحد المرشحين لحصد لقب أمم أفريقيا، اتعادل بشق الأنفس مع موزمبيق بعد تدخل الفار ليحتسب ركلة الجزاء اللي سجل منها القائد محمد صلاح قبل انتهاء اللقاء. من بداية مثالية في بداية هذه المباراة وهدف مصطفى محمود في أول دقيقتين إلى نهاية غير مرضية. ليه المنتخب المصري النهاردة ما ظهرش بالشكل المنتظر منه اللي بينتظره جمهوره؟ وليه فيتوريا لم يوفق في مباراة اليوم؟ وعديد من الأسئلة هنطرحها في الاستوديو النهاردة على الكابتن ضياء السيد والكابتن تامر بجاتو محللي القاهرة الإخبارية. وفي مفاجأة تانية النهاردة، يتعادل المنتخب النيجيري مع غينيا الاستوائية إيجابيا بعد ضياع فرص عديدة، أبرزها كانت من الهداف أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا. الكبار يتعثرون، يا ترى الرد هيكون في المباراة القادمة؟ تعالوا نتابع في كان 2023.